اما هلا مشاهدينا بنكفي رحلتنا الصباحيه لليوم، ورح نحكي عن موضوع بيشغل بال الصبايا واكيد الشباب. تماما نور، كنا بنعرف قد اليوم البشره حساسه وبتتعرض لكثير من المشاكل بفصل الصيف، فممكن نشوف حب شباب، ممكن نشوف تجاعيد او تصبغات. هذا الامر ممكن يزعج كثير الصبايا والشباب ويسبب لهم عدم ثقه بنفسهم وبمظهرهم الخارجي. واليوم كثير بنسمع عن حلول علاجيه ان كانت جراحيه او مواد طبيعيه، لكن الافضل نحن نعرف نوع البشره ونختار العلاج الافضل، والاهم دائما نتبع روتين يومي مناسب للعناية بالبشرة. رح نحكي تفاصيل أكثر ونتعرف على الموضوع. بيسعدنا أنه تكون معنا لليوم الدكتورة نور حميد، أخصائية جلدية والعناية بالبشرة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا دكتورة، صباحكم خير. يسعد صباحي. اهلا وسهلا فيكي. يمكن قد ما حكينا عن العنايه بالبشره دائما بنستضيف اخصائيين، وهذا موضوع مهم بيشغل بال كل الصبايا، وصار الشباب يعني اغلب الناس صارت بتحاول قد ما فيها تعتني ببشرتها. واذا بنحكي عن الجانب المادي صار في غلاء كثير كبير بشراء المنتجات، فخلينا نحكي عن بعض طرق العنايه بالبشره وهي منها مكلفه، يعني هي خطوات بسيطه او مثل ما بنقول روتين، يمكن اذا خصصتي 5 أو 10 دقائق يوميا فعليا تفي بالغرض. تمام. هلا بدايه حنبدا انه بوقتنا الحالي بنلاحظ الانفتاح الشديد على عالم الجمال والتجميل، ضروري يكون عندنا الوعي الكافي والصحي لنحنا نقدر نتبع خطوات صحيحه وتناسب بشرتنا. هلا بدايه حنعطي تعريف كثير صغير عن الجلد. هو اكبر عضو بجسمنا، هو القناع الواقي او الغطاء الواقي، وهو الكليه الثالثة للإطراح. فضروري نحن نهتم بهذا العضو كرمال هو لأنه الدليل على شبابنا وجمالنا. فنحن حنذكر هلأ طرق العناية حسب أنواع البشرة. تمام، حسب أنواع البشرة، وبالأخص هلأ نحن صرنا بنهاية فصل الصيف، بيبلشوا الشباب والصبايا أنهم يعتنوا ببشراتهم أكثر، بلشوا بطرق العناية أكثر من صيف كونه في خوف من الشمس من الحرارة. فأهم طرق العناية هي اتباع روتين عناية يومي. حنبدأ نحكي أنه أهم شيء نقطة هي تنظيف البشرة. تنظيف البشرة عن طريق غسولات خاصة بكل نوع بشرة نحن بنحددها حسب الاستشارة. تاني نقطة كتير مهمة هي الواقي الشمسي. ضرورة استخدام الواقي الشمسي وتطبيقه كل ساعتين. الواقي الشمسي منه لفئة معينة، هو لجميع الفئات العمرية. صحيح. كمان للشباب والصبايا حتى الأطفال. فنحن ضرورة استخدام الواقي الشمسي ليحمينا من الكلف، من التصبغ، من تكسير ألياف الكولاجين بمراحل متقدمة من سرطانات الجلد. لازم يكون عامل الحماية الـ SPF هو فوق الـ50، تطبيقه كل ساعتين مثل ما نبهنا شباب وصبايا وأطفال، لأنه نحن عندنا رد الفعل الدفاعي الأول للجلد بعد التعرض للشمس هو زيادة الميلانين. زيادة الميلانين يعني أنا بدي أشوف بالبشرة كلف وتصبغ. هلأ نحكي عن أشعة الشمس، هي الـ UVA الـ UVB والـ UVC. الـ UVA هي اللي بتسبب الكلف والتصبغ، الـ UVB هي السبب بالحروق، الـ UVC هي الأشعة اللطيفة اللي بتعطينا لون حلو للجلد. كمان في نقطة مهمة لازم ندوي عليها، أنه دكتورة أنا أوكي حطبق الواقي الشمسي، أجي على فصل الشتاء أنا ما حطبقه لأنه ما في غيم، في مطر، ما في الشمس القوية. هذه المعلومة كتير غلط، لأنه أشعة الـ UVA بتخترق البشرة حتى لو في غيم، فهون بتسبب عندي الكلف والتصبغ. طبعا هلا الكلف والتصبغ له كثير اسباب، اهمها هو عدم الالتزام بواقي الشمسي. تمام. فالكلف والتصبغ عندنا اسباب، هي عدم استخدام الواقي الشمسي، ممكن نشوفه كمان عند الحوامل نتيجه ارتفاع هرمون الاستروجين، نتيجه استخدام منتجات الميك اب الرديئه مع التعرض للشمس، التوتر، الشده النفسيه، كثير اسباب. بعد الواقي الشمسي حسب كل فئة عمرية نحن بنحدد شو بحاجة. هلا بفوق العمر 30 نحن كتير حنركز
هون على تعزيز الكولاجين. تعزيز الكولاجين نهتم بنقطة هي أنه أنا غذائي الصحي لازم يدخل فيه فيتامين سي كرمال أنا دعم ألياف الكولاجين. تمام دكتورة، يعني يمكن ذكرتي نقطة كتير مهمة أنه اليوم كتير من الصبايا أو السيدات بيهتموا بس ببشرتهم بفصل الصيف، ويمكن هذا أكبر خطأ شائع. مفروض يكون في اهتمام دائم وعناية بالبشرة بكل الفصول. طيب خلينا نوضح أكثر ونعدد أنواع البشرة. كنا نعرف أنه عندنا أنواع عديدة، اليوم بتلاقي أحيانا بعض الصبايا بيلجأوا لحتى يختاروا علاج لبشرتهم حسب شو رفيقتهم مختارة أو جارتهم مختارة. هذا الشيء قدي غلط اليوم؟ قدي نحن لازم نتأنى أكثر نعرف شو نوع البشرة وقت نحن نلجأ للعلاج المناسب؟ تمام. هلا الوعي، هلا اللي عم نشوفه الوعي اللي عند كثير من الصبايا اللي قدرانين انه يحددوا انواع بشرتهم شريحه كثير كبيره صارت. بس ضروري انه نحن ننبه على نقط معينه. هلا الجلد هو عباره عن طبقه البشره والقدمه. البشره هي اللي بتحتوي على خلايا الميلانين، القدمه اللي هي بتحتوي على الغدد الدهنيه، الغدد العرقيه، الياف الكولاجين، الياف الالاستين. فنحن هون انواع البشرات عندنا خمس أنواع: البشرة الدهنية، الجافة، الحساسة، المختلطة، والجافة. تمام. فنحن هون بدنا نحاول عن طريق البرامج العلاجية إنه نحولهم يصيروا أقرب للبشرة العادية، لأنه طبيعي. أولاً برنامج العلاجي أسهل وأسهل على الصبية، برنامج علاجي أسهل، طرق العلاجات أسهل وأريح كمان، يعني حتى مشاكلها بتكون أقل. تمام. طيب خلينا نحكي نبلش مع انواع البشرات. يعني نحن وقلتي في عده انواع للبشره، في الجافه، الدهنيه، المختلطه، الحساسه. فخلينا نعطي خطوه خطوه للعنايه بكل نوع للبشره. تمام. هلا الضروري الفحص والاستشاره كرمال نحن نقدر شو بحاجه البشره. هلا ملاحظ انه البشرات الدهنيه عندنا كثير افراز دهني، توسع بالمسام، خصوصي بنلاقيه بعمر المراهقه بصير في خربطه هرمونيه. صحيح. فبصير عندي توسع مسام، افراز دهني اكثر، حتى ممكن نشوف مشاكل بالبصور. فهون بتختلف طرق العنايه حسب كل حاله مرضيه وحسب كثير اسئله اللي نحن بنسألها كرمال نحدد شو هي المشكلة. هلأ فينا نحكي أكثر أنه الحالة المرضية حسب كل حالة أكثر من أنه أكثر من نوع بشرة. نوع البشرة أوكي نحن بننتبه عليه كتير مهم، بس الحالة البكج، يعني كل صبية بتكون بكج كامل لوحده. فنحن بهذه الفترة العمرية مثلا بشرة دهنية بالغسولات أكثر شيء فيها سالسيليك أسيد، البشرة اللي بتحتوي على بصور، التهاب، خصوصي بهذه الفئة العمرية اللي حكينا عنها ممكن نحن نعطي مع الغسولات كريمات تقشير، منتجات كثير هي مشتقات فيتامين أ كرمال نحن نخفف. ضروري هون ننبه على نقطة هي العلاج الداخلي، يعني أنا لما بدي بعد الفحص والاستشارة نسأل كثير أسئلة نحدد السبب، انه سبب هيدي المشكله، يعني اوكي افراز ذهني، بصور، توسع مسام، شو سبب المشكله اللي ادى لهذا الموضوع كرمال انا اعطي علاج نهائي. فانا لما بدي اشوف حاله التهاب او بصور بدي اسال، ضروري مشاركه العلاج مع طبيب نسائيه كرمال نحن ناخذ علاج داخلي مع العلاج الخارجي. هو بتضمن الغسولات، الواقيات الشمسيه، الكريمات التغذيه، السيرومات العنايه، حسب بقى الفئه العمريه ممكن نحن نلجا بعد عمر 30 للهيالورونيك اسيد، فيتامين سي، الانتي ايج، الكولاجين. ضروري مثل ما حكينا ندخل فيتامين سي غذائنا كرمال نحن ندعم الياف الكولاجين. تمام. ونحن دائما بنقول انه الغذاء هو داء ودواء بنفس الوقت لجسم الانسان. خلينا نحكي اليوم عن دور النظام الغذائي. قد ايه في اليوم اطعمه ممكن تساعدنا لحتى نحافظ على صحه ونضاره بشرتنا، وبنفس الوقت عندنا بعض الاطعمه ممكن تسبب لنا كثير من المشاكل؟ خلينا نوضح هذا الموضوع. تمام. هلا بنلاحظ اكثر شيء زيوت المهدرجه والتوابل والشيبسات والقصص، كل هذا مع الوقت تأذي البشرة، وخصوصي بالصبايا اللي بيعانوا من تلازمات مشكلة انه كثير ما فين يستغنوا عنهم هدول ابسط الامور. تمام. الشوكولا وهالقصص. فنحن لازم نكون ضابطين اكلنا، حتى ما بس الاكل، يعني كمان ممارسة الرياضة، الشدة، التوتر النفسي، الحالة النفسية، كله بيلعب دور. يعني هو بيجي سلسلة كاملة، انا ما بقدر اهتم بشيء واهمل شيء ثاني، فهو عبارة عن سلسلة كاملة.
كاملة نحن بنحددها بقى حسب الصبية، وبنقدم الاستشارات حسب الحالة والحالة العمرية وحسب التاريخ مرضي أو لا. طيب خلينا نحكي معك دكتورة، أبرز المشاكل الشائعة أو الأخطاء الشائعة للعناية بالبشرة اللي بتلاحظيها حضرتك، لأنك أنت مع تماس مباشر مع كل الصبايا وبشكل يومي، يعني أنا بعتقد في مشاكل عديدة هي مشتركة ممكن يوقع فيها الكل. تمام. هلا عدم النظافة، عدم تنظيف الوجه يوميا عن طريق تحديد غسول معينة، نوم بالميك اب، استخدام انواع ميك اب رديئة، عدم استخدام واقيات شمسية، الكلف، التصبغ اللي حكينا عنه اللي هي سبب بكتير اهمال، منها هي عدم استخدام الواقي الشمسي والتعرض للشمس بالصيف، يعني البرونزاج بطريقه كتير قويه كمان. مثل ما حكينا نحن عن انواع الاشعه الصيف وحتى الشتاء، يعني لازم يكون في وعي بهيدا النقطه. طيب اذا اليوم بدنا ننصح الصبايا ونعطيهم روتين يومي لحتى يحافظوا على بشرتهم، شو بتخبريهم؟ تمام. هلا نحن الروتين اليومي الاساسي، النقط الاساسيه لازم تكون بروتين العنايه هي الغسول المرطب، الواقي الشمسي، الفئه العمريه الاكبر كمان الغسول الواقي الشمسي، ماسكات طبيعيه ممكن نحن نعملها بالبيت تكون امنه للبشره، فوق سن 30 بندخل بقى الانتي ايج، الفيتامين سي، الكولاجين، هيالورونيك اسيد كترطيب، بيبقى عنا العلاجات المتخصصه مثل كريمات التقشير سواء كانت الصبيه بحالة أو لا. طيب خلينا نحكي اليوم بسبب انتشار بشكل كبير للعيادات التجميلية، بنشوف كتير من الصبايا يمكن وصغار بالعمر بيتجهوا لهي العيادات، وبنشوف مثلا تقشير ليزري ممكن لبعض الأجهزة، قداش هيدا مهم يعني للعمر المناسب وحسب البشرة؟ لأنه أحيانا بتشوفي حتى حروق بسيطة بأثر الليزر لأنه الصبية بعدها صغيرة، يعني منا بحاجة ممكن كريم بالبيت، فقديش لازم يفكر الشخص أو الصبية اللي عم تتابعنا أنه أنا لما أتجه للعيادة التجميلية بيكون عندي خيارات بالعناية بالبشرة هو ضمن آخر الخيارات الموجودة عندها. تماما. هلا الأهم نقطة هي الفحص والاستشارة كرمال أنا ممكن استخدم علاج ممكن شخص تاني ما يناسبه، يعني حسب صحيح. التاريخ المرضي مثل ما حكينا، حسب الفئة العمرية. هلا التطبيقات التجميلية أكثر شيء عم ننصح فيها هو بفصل الصيف بشكل دوري هي الهايدرا فيشل، بالإضافة لتقشير الكربوني، فراكشنال ليزر، ديرمابان. طبعا كل إجراء بده حالة معينة، كمان الفصل الصيف والشتاء، يعني أنا ما بقدر أعمل فراكشنال ليزر خلال فصل الصيف. صحيح. هلا بيقول لك نهاية الصيف أو بداية الشتاء هلا نحن بس تخف درجات الشمس ممكن انه هلا بفصل الخريف نمشي بس اكثر وقت، ممكن نحن نبدا بجلسات الفراكشنال، نشاركها مع جلسات الهايدرا فيشل، ديرمابان، والليزر كارب. يعني ذكرتي علاجات عديده اليوم للعنايه بالبشره، خلينا نحكي كمان بعض الصبايا بتلاقيهم بيلجؤوا لابر النضاره، خلينا نوضح اهميه هي الابر، فعاليتها، شو بتنصحي فيها اليوم دكتوره؟ تمام. هلا حسب الفئه العمريه هي مكون الأساسي هو الهيالورونيك أسيد، تختلف بقى الحقن حسب الفئة العمرية مثل ما حكينا، منركز عليهم أكثر بالصبية اللي فوق سن 30 كرمال نحن ندعم الكولاجين، لأنه من أهم مقومات شباب الجلد هو الكولاجين، فهي بتدعم عن الكولاجين بتزيد نضارة وشباب البشرة، فكتير مهمة. أكيد بالختام نتشكرك دكتورة على كل النصائح اللي قدمتي لنا إياها، ونتمنى أنه يكون الصبايا والسيدات استفادوا من هاي المعلومة. شكرا كثير. شكرا لك دكتورة، أكيد نتمنى الوعي أكثر من الصبايا حول هذا الموضوع. نورتي صباحنا. شكرا لكم، شكرا للاستضافة.